شو صار؟ نحن جالسين بالغرفة، جلستنا بالغرفة صار ضرب. أول مرة وثانية مرة أن بعدين لناخذ احتياطنا، في عنا هيك زاوية يعني فيها سقيفي بما معنى. هذا السقيفي أن لنقعد فيها والتسليم لله. قعدنا فيها أجا نسوة. كان الله بالصر علي. ضرب جوي. ضرب جوي. ضرب جوي. إيه. نعم ضرب جوي أكيد. الله يحفظك. تسليم لله.